المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي كفاية، يعني هي بتلقب بعظيمات مصر، هو أعطى ثقة للمرأة المصرية في نفسها وفي ذاتها. أنتي صوتك ثورة، اللي نزل 30/6 وأخذ الأطفال ويقول لأ هنصلح المسار، كانت سيدات ورجال، يعني كان كل فئات المجتمع، لكن مشاركة المرأة المصرية كانت واضحة جدا. ليه؟ المرأة المصرية استشعرت الخطر الشديد من تيار الإسلام السياسي اللي هو يعني ظلامي رجعي بيرجع بها وبيهضم المسيرة التاريخية. المرأة المصرية يعني أول برلمانية في المنطقة العربية، المرأة المصرية احنا بنتكلم على اتحاد النساء المصري، يعني هي مسيرة نضال في كل مراحل الدولة المصرية، ودورها في ثورة 19 ودورها في الحياة، يعني ان هي نضلت لكسب هذه الحقوق، فهي فجأة لقت ان في تيار ظلامي بيحاول هضم هذه الحقوق. انطلقت في 30/6 وبدأت ان هي تنادي بالتغيير، فبالتالي هي في عهد الرئيس السيسي حققت الكثير من المكاسب. خلينا نقول ان في على المستوى الاجتماعي والصحي في مبادرات رئاسية اهتمت بصحة المرأة، زي المبادرة اللي هي بتكافح السرطان او المخاطر الصحية اللي بتتعرض لها المرأة، في كتير جدا يعني في دعم المستشفيات اللي هي بتختص بالمرأة، في اهتمام وتوعية للمرأة بقضايا الصحة الإنجابية. في المجال الاقتصادي أيضا هناك مبادرات ان يكون في زي مثلا مشروعات صغيرة او المشروعات اللي بتناسب المرأة، لو هي بتريد التدريب على حرف معينة او اعمال يدوية بحيث انها تمارس عملها من المنزل، في هيئات كتير بتقدم هذا التدريب. على المستوى السياسي شهدنا في انفتاح في الحياة السياسية بتعيين عدد، يعني ما فيش وزارة تشكلت الا وكالة السيدات مشاركات، مش بس على المستوى الوزاري ولكن ايضا في المستوى يعني المحافظات، وده كان جديد علينا ان احنا بنرى سيده في محافظ وايضا في نائب محافظ، وايضا المشاركه في الحياه البرلمانيه في مجلس النواب، فبالتالي هي بتتمتع بحقوق كثيره في الفتره الحاليه.